طبعا احنا داخل الكبسوله. كبسوله يعني يا استاذ ابراهيم. بص بقى اهو ده اختراع مصري اللي بنقول لما مصر نظمت بطوله العالم لليد اللي بتصل لمبارياتها الاخيره في الايام ديت، الناس فهمت فكره الفقاعه الطبيه والكبسوله الطبيه، ما حدش كان فاهم ايه اللي بيحصل بالظبط. بس خلينا نقول انه يشكر او يذكر للحكومه المصريه، لوزاره الصحه المصريه، لوزاره الشباب والرياضه، للاتحاد المصري لكره اليد، لتعاون الاتحاد الدولي لكره اليد برئاسه الدكتور حسن مصطفى، انه قدروا فعلا مصر تنظم بطوله عالميه بمفهوم الفقاعه الطبيه والشروط الاحترازيه اللي قدموها تجربه للعالم. بدايه التقليد للتجربه المصريه حصلت هنا في قطر. انا عارف انه اليابان بص باهتمام للي بيحصل في مصر يا باشمهندس علشان تستفيد منه، وفكره الفقاعه الطبيه اللي مصر عاملاها علشان اولمبياد طوكيو صيف هذا العام ان شاء الله. بس اللي حصل هنا ايه؟ عشان الناس تبقى بس شايفه فكره يعني ايه فقاعه طبيه. اول ما وصلنا الطياره المهندس عادل قال لكم ان احنا تم التحفظ على المجموعه بالكامل وتم اخذ المساحات. من اول ما البعثه اتحركت من المطار بعد الحصول على المسحه وصلت الفندق، دخلنا العزل الطبي. مهندس عدل الاوضه اللي جنبي تقريبا بنشوف بعض من الباب للباب، بس الباقي كله من اول ما دخلنا غرف الاقامه كانت التعليمات المشدده من الفيفا انه الكل تحت التحفظ الطبي في الغرف، ممنوع حد يخرج لغايه لما تظهر نتيجه المسح. اللي ظهرت الصبح. اللي ظهرت الصبح. فاحنا دخلنا اوضنا ما خرجناش منه. بالظبط. فوجئنا انه كان في وقت متاخر تقريبا الساعه 1 او 2 تم اصطحاب العميد محمد مرجان بعد ما النتيجه بتاعته ظهرت ايجابيه لمستشفى العزل هنا في الدوحه، والحمد لله بيلقى رعايه كامله جدا وحالته الحمد لله لدرجه انه بيواصل شغله حتى بالتليفون وهو موجود في المستشفى. يعني اكتر من مره الكابتن الخطيب بساله عليه النهارده العميد محمد مرجان قال لي كويس، وبعدين جه في سياق الكلام قال لي ما انا كلمته علشان مش عارف ايه، فقال لي هيعمل ايه. يعني هو حتى وهو موجود الحمد لله بيواصل عمله. لكن فكره بقى الفقاعه الطبيه حصلت حاجه النهارده في التمرين. على ذكر الفقاعه، احنا لما نروح التمرين ما حدش ممنوع ان حد يختلط بحد، ممنوع حد يدخل الفندق يزور اي حد، ممنوع ان حد في الفندق يخرج لوحده، لكن هتخرج وفقا لاجراءات طبيه كامله. فاثناء التمرين الاتحاد الدولي لكره القدم النهارده سلم بعثه الاهلي الكره اللي هتتلعب بها البطوله، سلمهم بالظبط 45 كوره. فطبعا سيد عبد الحفيظ الراجل خايف على كل الكور المعدودين عليه بالكوره. فاثناء التمرين في ملعب مفتوح وملعب نجيلته مش موجوده عندنا في اي نجيله ملعب من الملاعب الرئيسيه. وخلي بالك دي بروفا لكاس العالم اللي قرب خلاص. تمام. السنه الجايه. الكره خرجت بره الملعب في الشارع. فكابتن سيد عبد الحفيظ دي كوره جديده. فقال لي اسامه حسني ما تيجي يا اسامه نطلع نجيب الكوره. اول ما خرجوا بره سور الملعب اتنين ظباط قاعدين طبعا من بعيد، نو 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 ادخل، لو خرجت لغايه الباب اللي هناك هتتحجز في الاوتيل لوحدك اربع ايام لغايه لما يتاكدوا ان انت ما احتكتش بحد ممكن يكون مصاب. فانت وفق انت موجود مع جروب تحت الحجر الصحي باجراءات مشدده، ممنوع تخرج بره المنطقه اللي هم محددينها لك. ففي مندوب من الفيفا، في مندوب من اللجنه المنظمه، في مندوب من وزاره الصحه، كل المسؤولين مسجلين لك الحركه. طب الكوره جت؟ ما هو الكابتن اسامه حسني قال لي انا قلت لهم طب خلي حد يروح يجيب لنا الكوره، قالوا له اوكي حاضر هنروح نجيب. بس انا سمعت عملوا لنا مسحه يحجزوها ولا بس الكوره اللي احتكت بره لازم يترش عليها كحول تاني. فعايز اقول لكم انه دي الاجراءات. لا طبعا دي الاجراءات المشدده قوي. هو بس ايه ده بياخدنا ان البني ادم بقى يتعلم ويتربى شويه. ربنا ادالنا كده قرصه ود وبعت لنا حاجه لا ترى بالميكروسكوب حتى عشان تقدمنا كلنا ونعرف يعني ايه ان احنا ضعف قوي مهما تجبرنا يعني.